السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اخوان مرحبا بكم مره اخرى عند مدرسه مزاغان بعنوان صباحيه ولاهيه او فائده من صباحيه ولاهيه. طلبوا مني بعض الاخوان المتتبعين لقناه مجيد خير ديرو مزاغان، خاصة الإخوان اللي كيتواجدوا يعني عبر الخارج، يعني الناس اللي خارجين المغرب، أسأل الله سبحانه وتعالى باش يعاونهم يحفظهم لنا في الصحة ديالهم ويعافيهم لنا ويفتح لهم أبواب الخير وأبواب رحمته. وكذلك نسأل الجميع الإخوان لا خارج المغرب ولا خارج المغرب ولا داخل المغرب يحفظهم لنا ويجعل فيهم البركة ويبارك لهم في الرزق ديالهم في الوليدات ديالنا. الإخوان تكلموا معايا يعني وبغوني أن نتكلم في واحد الموضوع ديال يعني كل ما يتعلق بالتغريد كان في الفيديو، ولكن هذه المرة بغاو بالضبط نتكلم على كل ما هما يعني الطيور ستيبا، ماشي ديال العش ولكن ستيبان اللي كيجيو من الطبيعه. تكلمنا الاخوان فيتين منا، تكلمنا كيفيه يعني التلقين وكيفيه المعامله مع ستيبان، ولكن ما منها باش الى عاود حضرنا وتكلمنا حطينا شي امور اللي هي ربما ما ذكرناهاش او شي معلومات اللي حصلنا عليها جديده. نتواصلوا معكم ان شاء الله باش تفدوا يعني باش تهم او تعم الفائده. القرى ستيبات الاخوان بدائيا او مبدئيا ماشي بحال القرى ديال العش. علاش؟ لان القرى ديال العش كياخذهم المولوع يعني في واحد الفتره اللي صغيره، ليش واحد خاصة هاد السنين ولاو كيتسابقوا عروبية اللي كيبيعوا داك الشيء العشاش في لنا ولهم، يتسابقوا على العشاش ما بقاوش يخليو الولاد حتى يستافدوا من الابوين في بزاف الحوايج اللي كتهم واللي هي مهمة في التلقين. كتلقى دابا كيمشي كيجيب لك الولاد على 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام كاع، الولد ما استفدش لا صحيا لا غذائيا لا حتى يعني الطريقه ديال كيفاش يتحلف كيفاش يتعلم داك لي كونسونانتيس يعني دوك الحروف الهجائيه ما او دوك الدبدبات الصوتيه كيفاش غيبدا يتلقى، ما خلاوش دار واحد. فكان بقاو يعني هذه المسألة خاص الناس نبقاو نهضرو فيها وغنتكلمو وغادي نبينوها باش الإخوان ياخذوا هذه المسألة بجدية ويعرفوا راه كيدوز عندهم العام خاوي وكتخلق واحد ستريس وواحد الأعصاب لداك الطير، ماشي بحال لا خليتي الطير حتى الطار من العش، يعني كيف كيقولوا بوف الطوطو أو يعني ولا ستيبات صغيرة بزاف 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 في هذاك ستيبات ما يلحقوش يعني الطير ديال العش. اولا لان النظام الغذائي في الطبيعه اللي عند الوالدين بالفطره ما غاديش يقدر عليه الانسان داخل ديال الاقفاص ولا غادي يمشي معاه ملي كيجيبو وعش. ثانيا لان القرى الاخوان كيجيو المناعه ديالهم قويه وجايبين دوك المساله ديال كيف قلت لكم حروف الهجائيه وجايبين دوك الدبدبات الصوتيه، ونزيدكم بانهم كتكون عندهم واحد يعني اكستريكتوره من الابوين يعني طريقه الاداء. واخا انت في الشريط ديالك في الكانتينين بيو يعني مختلف الطريقة ديال أو المنهجية ديال تلقين شيء ما ماشي كاع داك
يعني بعيد عن الفطرة. على أيين ملي كتجيبهم ستيبات وجاب الله التيسير يعني كيجي عند خير ممتاز، خير ديال النفس، لا في الأداء لا في الصحة ديالو لا في الجبح، لا بزاف د الحوايج. مسألة أخرى الإخوان نهضر عليها حتى هي كذلك، الإنسان اللي يبغي يجيب هاد الكرة ستيبا هو خصو يكون عنده بينة وعنده دراية وعلى علم بأشنا هما المعايير أو الضوابط اللي كتضبط لنا بأن هاد القرع راه صغيور، يعني دوك العلامات. من بين العلامات الإخوان خصو خاصة شهر 3-4-5 ديك 3 موا يعني الاولى كيكون القمقوم ديالو كحل زريعه، بحال زريعه كحله، الجناح ديالو خاوين من تحت، السيقان ديالو حتى هو خاوين، لا تبوديره كاينش، يعني غير دوك المقاطع اللي كيكون بحال عند الولوان التراساج او عند الزريع او عند يعني هذوك معروف، راه عارفين الاخوان اللي كيجيبوا هاد الكوارات. في شهر 6-7-8 ما كيبقاش القمقوم ديالو كحل، اللي كيسخن الحال كيولي طير باقي ما طارش من العش، وبدا ديك الكحوليه كتطير ولات عندو الصفوريه، كيولي الصفوريه هنا كتجيبو الصفوريه، وفي هاد الحوايج هادو ديال ريش ما كاينش كيف قلت لهم. وكيكون عالم اخرى باقي مع بواه لاصق بواه، يعني باقي كي ما كيوقفش من الشباط، وملي كيشبط كاع ودرتيه في الكاج هو ولا في شي قبس كتلقى عينو كيغمضها تشي با تشي با تشي با تشي با تشي با تشي با تشي با. هذيك تشي الشباط ديالو ماشي بحال ولا كبير كيرات تشي با 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 تشي با 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 با، يعني هذاك صغير ما كيقدرش يحل حتى عينو والو، الا ما وكلتيهش ما غياكلش ضروري، ما خاصك تسرانكيه تعاونو وتعطيه الماكله بطحونه وتمشي معه واحد 5 ايام ولا 6 ايام. هذا يعني معيار ديال الصغر كرام، جيبو حال عينيه وقافز في التيبا تيبا هافا كتقرب ليه كيفرفر، يعني هذا بدا كيكبر يقدر يبيكي ويمشي معاك ويسلت وانت وزهرك. حنا ما كنهضروش الاخوان عن النادر، النادر لا حكم له، دائما المعايير ديالنا اللي كنبغيو نبنيو عليها كنبنيو على الحكم العام هو القياس ديالنا. اما النادر كنقولوه كنقولوا هذا حكم مساله نادره، يعني هذا الحوايج اللي كنقولوا على الحكم العام ديالنا. ولهذا الانسان خصو يكون عارف هذه الحوايج الاخوان، ما يجيش واحد ويقول لي مثلا شكرا اخويا شكرا الله فيك بسم الله. سمح الاخوان ما يجيش واحد ويقول لي واجبت وراه شنو وجاب الكلاب واجبتو عطي شنا هو كله قريب نص حامرة، ما كنهضروش على هذا الاخوان، نهضروش على هذا النادر، هذا كتكون امور نادره اللي عندها مسائل اخرى يسرولك الله وعندك الحي وبزاف د الحوايج، وخطر تقول لي انت راه بالاوديو تبع ليا شوف هذا واش هذا حكم عام كيصدق عند كل شيء عباد الله كيصدقش عند كل شيء. اذا حنا كنهضروا الاخوان على مساله اللي كتكون عامه واللي خاصو يدير. كيف تدخلوا هاد الامور صغيره، كيف تدخلوا وحبذا حتى اللي غادي يجيبهم لك من الطبيعه يكون هو عنده درايه بانه كيعرف. هذه مساله مهمه الاخوان، كيف تاخذوا من عنده قلبه اللي يعود من هنا. اذا كان ماضي صدر ديالو اخليه هذاك راه تعدى عليه، خاصو يوكلوه هو في الطبيعه
ومن الاحسن حنا كاع ملي كان الصيف كنا كنمشيو للطبيعه كنديو معانا الماكله والقرى ما كنفوتوش معاهم العشرة الصباح كنجيو في حالنا يعني من 6 الصباح ولا 5 ونص ورا الفجر حنا طالقين الشبكه كنجيبوهم صغار عن باقيين صحاح باقي هادو باش يبقاو شادين طير القراع ملي كي يبقى النهار كامل وانت شاد ومواكل ولكن ما عنده ما يرجع والماك وسيتو الجوع ما كيرجعش مازال العطش كتمشي معاه بشويش يقدر يرجع الجوع ما كيرجعش خاصو يكون يعني المسألة كيف تدخل للدار خاصو الكلام بلا بلاصة انت مصوب تركيبة مصوب المسائل الى عندك الحي كان افضل الى عندك الحي الاخوان كان افضل عندك الحي و ما مقنعكش حاول دير ومازال نجيو نهضروا على هذه المساله هذه ان شاء الله ديال الانسان عنده واحد الطير ديال الحي ما مقنعوش او فيه واحد العيب صغير وبغى يحفظ به كيفاش شنو هي هذيك التركيبه يدمجها مع الطير وكيفاش يعني يعاون الطير مع التركيبه باش يجي ان شاء الله عنده شكرة فهمتيني ولا جوج يجي عامر ويجي احسن من داك اللي عنده مازال نهضروا على هذه لان هي هي كتطلب وقت حنا كنهضروا غير كيفيه انت صوفي القرا وكيفيه تعرف القريه ستيبا واشنا هما يعني المحاسن ديال القرا ستيبا على ديال ليش ف كذلك نعزلهم بوحدهم كل طير بوحدو ما نخليهمش في كاجو ونقول غادي ياكلوا داك التبتبيت وداك التمروين وداك يجي يكون بروفيسيونيل وانت شوف الطيره شوف فيه مزيان شوف فيه باش يعيش اي راه هذيك راه غتعيش تعيش وتمشي معاه وتقابلو ولكن ما تقولش لا هذه كيفوالو كاين امور اللي كتقول انت كيفوالو وكتصدق هي اللي مضيعه لك هذاك الطير فالاخوان جزاكم بخير راه الطير ديال القرع ديال ستيبا راه ماشي هو القرع ديال العش لان الطريقه باش كياكلو هو اللي يدير والماكله اللي كيجيبو ليه ما كتخلقش ليه واحد العصا كياكل بواحد اراحيه وهو مستعد للحفاظه ومرتاح في العش ديالو بواحد الطمأنينة انت راه بزاف الاخوان ما كيعرفوش ياكلو الطير كيتعص اما المروع هو معصب وكيوكل بواحد الطريقه ماشي هي هذيك وكيخرج على الطير حتى الطير هو كيخلق فيه واحد العصب او الزربه او الكثره او بزاف د الحوايج ما كتكون انت السبب ضيعتي واحد الطير من الطيور اللي عندك تما جابها لك الله ولكن انت ما عرفتيش تتعامل معها اللي خليتيها انت جابت لك واحد النوع ديال الكاره او الرخضه او شيء من هذا القبيل فمعاملة مع القرع كيبغيو يعني تكون عار كيفية التوكل ومن الأحسن غير تماط ليهم بلا داك السوراك حتى لكان السوراك قاعد حطو ليهم في الجلب وحتى يبغي هو ياكل فهمتي وتمشي معاه بشوي بشوي كيسمع الكلام فحنا دابا اليوم كنهضرو غير على ستيبا يعني تكلمت الإخوان وقلت لكم ما هما الفوائد ديالو وعاد زيد ملي إن شاء الله كيخرج عندك هذاك ستيبا ما شاء الله لا في الشبح ولا في الاداء ولا بزاف الحوايج كيكون يعني ديفيرينتيس على الطائر الاخر يعني بزاف الحوايج تبارك الله عليكم الاخوان وتحياتي لكم جميعا ونتمنوا يعني نكونوا في فدناكم في هذه المسائل ديال كيفيه المهم هو كيفيه تعرف القراء بانه هو صغير كيفيه تعرف هو المهم هو المهم يومين ثلاث ايام زايده تقدر الطير جامع الكلام وواحد المساله اخرى باش ما تفوتنيش استغفر الله هو من الاحسن خذ القرع ديال شهر 7 و8 الاخرين عرفت علاش لان باواتهم سكتوا كيكون ساكتين واخا يقول لي بعد الواحد راه كاين القرع اللي هما الاولين حتى لو ثلاثه راه كيكون متكلمين ما غاديش يكونوا متكلمين لان هذوك القرع غالبا باينكم شفتوا باينكم وكيكونوا ملاهين مع الكلام مع الماكله فماشي محل البوك يضرب عليه عاد راسو كيكون مع امو في الاخر شهر 8 كيكون مع امو امو اللي كتطير بهم ديك الطيره الاخرى يقدر يجيب لك دوك الفريوات فهمتيني الا ما عطيتيش تعوق يعني
اللي يكونوا انت عارفهم كيخرجوا ماشي صعاب، الا صعاب عطيتي كره اللي ولا شي كليات اللي هما صعاب راه يقدر يبعد منهم ويتفكر دوك الفريوات ديالهم ويجيب لك هذوك التعادل ديال يعني ديال الام ديالو. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، من الاحسن يكونوا الكره ديال شهر 7 و 8. تحياتي لكم ونتمنى يكون عندكم ان شاء الله يعني عام زين ومبروك السنة الجاية لكم ولجميع المسلمين. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.